مراقبنا يقترح عليكم استعمالا فريدا من نوعه لآلات الحرب هذه التي حولها إلى آلات موسيقية. محطتنا الأخيرة في صحراء النقب جنوب إسرائيل مع مراقبنا دغور غوميل جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي. منذ نعومة أظافري وأنا مولع بالموسيقى والإيقاع، لذلك عندما دخلت صفوف الجيش الاحتياطي ووجدت نفسي على متن دبابة من صنف نجماش، لم أتردد في لعب الإيقاع عليها واكتشفت جمال رنين أجزائها المعدنية. No more war. No more bloodshed. إنها رسالة سلام، وأتمنى أن تتحول كل الأسلحة يوما ما إلى آلات موسيقية.